اليوم نحن وقت مددنا للميدل ايست سألوا ناس كتار ليه مددنا للميدل ايست، ولكن مددنا له بشروط وفي تعهدات بإجراءات معينة بإعادة النظر بالتعرفة بخلق خطوط أجرة النقل فيها أرخص بسموها low cost بالإنجليزي، في عدة مواضيع كثيرة تملأت فراغات بالإدارة إلى ما هنالك. بس أهم شيء هي الخطوط الجديدة للميدل إيست والخطوط يلي سعر فيها النقل أرخص. لحد هلأ بعد ما سمعنا شيء ولا شيء اتحقق ولا عرفنا وين صاروا، بعتبر هلأ اثنين حديثي عيدة إشعار على أساس نعرف شو عملوا لحد هلأ اثنين وشو راح بيصير بالمستقبل القريب. هلأ في موضوع متني خالص بيتعلق بالبولفار الدائري يلي كان بدهم يعملوه من 46 سنة، انحجزت الأملاك 46 سنة يعني 40 لحتى خلص قيمة المشروع، يعني العمر اللي ممكن الدولة فيه تحجز الأرض. رجعوا مددوا 5 سنوات وهالخمسة صاروا 6، هلا 46 سنة سقط المشروع ولازم الأملاك تتحرر بدون مشورة لا من البلديات لا من حدا. بتقوم مديرية التنظيم المدني ترجع بتحط المنطقة كلها بالإضافة إلى 20 متر من كل جهة يعني 40 متر زيادة، بترجع بتحطهم قيد الدرس. هالاحتيال على أصحاب الأملاك والمواطنين والتأخير، في ناس كتير كان عندهم شوية دين صار ديناتهم مع الفوائد أكتر من حق الأرض اللي بدهم يعطون إياها. هيدا التصرف التعسفي هلا واعي لمسؤوليتهم تجاه مواطنين عم بيحجزولن أرضهم، هيدا منه مقبول ولا بدل على روح مسؤولية، وبالإضافة إلى أنه مخالفة كبيرة للقانون. نتأمل إحنا نتطور الموضوع لأكثر من هيك، أنه مديرية التنظيم المدني ترفع شعار إشارة الدرس عن هالأراضي حتى أصحابها يقدروا يتصرفوا فيها، لأن يمكن البدي ورث نيم مات واللي ورث يمكن مات، ما مناش نوصل عند أحفاد الأحفاد بيكفي. كمان كان في مشروع طريق النقاش الرابية كان في له تخطيط لأسباب مجهولة صار في تخطيط جديد. ناس بيقولوا التخطيط القديم صارت أصبح يعني حسب المصالح، ناس بتقول التخطيط القديم أحسن وناس بتقول التخطيط الجديد أحسن. أنا بقول التخطيط القديم أحسن من ما أطلع على الشيء. السبب أنه التخطيط الأول انعمل بدون مداخلة حدا، وصار في مداخلات صار في تخطيط جديد، يعني راعينا المصالح الشخصية والفردية مرعينا المصلحة العامة. كمان هيدا أخذنا هلأ موافقة من تكتل أنه نحن رافضين هذا المشروع، المشروع الجديد بنقبل بالمشروع القديم. وإذا حدا ما بيجي يعترض على الموضوع يجي يعترض عندي ويشرح لي بالمقارنة بين اثنين ليه الجديد أفضل، ساعتها نتراجع يمكن نعطيهم حق، بس بدنا شرح ليه الجديد أفضل. مشروع جسر جل الديب تظاهروا أهل جل الديب وتظاهروا البلديات، هلا بدهم يقولوا لي في نكرز هاي البلدية بلاني وهاي البلدية مش بلاني، الدولة إلى حق تستملك وتعمل المشروع العام
هون الدولة لها حق تاخد قرار بالموضوع، مثل ما عملت 46 سنة بالأراضي. هلأ هذا المشروع معمول في الأوتوستراد، في عنا فنيين أكثر من اللزوم، يعني اللي بنعمل بشهر بيعملوهن بشي 30 سنة، ما فيهم لاقوا المشروع الأفضل وينفذوا الجسر. جماعة ما في عندهم ولا حس بالمسؤولية. الناس محروق مسينا جوار جل الديب وانت الياس، بالإضافة إنه إلى ما في حدا يفوت لعندهم ولا السيد يمشي. هول في عنده سوق تجارية بالداخل، عنده مصالح، وعلى أساس إنه لازم يكون خلص هلأ اتني الجسر. في مشروع طريق المتن السريع وصلت بشليمة المتين، كمان هيدي نسينا. إذا في خلاف الدولة مجبورة تفصل، عندها كل الصلاحيات، بس الهروب من التنفيذ صار مدروس، صار جزء من سلوك الدولة. الهروب من التنفيذ وخاصة فيما يتعلق بهالمناطق اللي نحن فيها، صار المواطن بده يشحد حقوقه، المواطن بده يترجى، المواطن كأنه له حقوق. بينما بعد بيروت المتن هو أكثر قطاع بيدفع ضرائب للدولة. كمان في مشروع كتير مهم، مشروع المعارض والمؤتمرات في دبي. طيب هيدا ضروري كل العالم بتكون بزاوية واحدة من بيروت، ما عندنا بقى مساحة تانية نعمل شوية انفراج. كل يوم إذا عندنا احتفال بالبيال أو ما نروح على معرض، ما نروح قبل بست ساعات حتى نوصل، ويمكن ما نوصل على البيال. ما بيسوى يكون في هون مشروع تاني، ما بيسوى يصير في إحياء لهي المنطقة. كمان هالتساؤلات هيدي بدنا حدا يجاوبنا عليها من أصحاب القرار بالحكم. طلع قانون جديد ندرج ب 25 بالمجلة الرسمية 25 تشرين أول 25/10، صار نافذ بعد 18 يوم، بيتعلق بالسيارات المستعملة. بعد 18 يوم بصير يجبر السيارات اللي بندخلوها تمرق على كشف فني على المدخل على المعبر يلي فاتوا منه المعابر الشرعية. وصلوا السيارات ما في معابر شرعية، المطلوب بالقانون ذاته ينعمل مرسوم تنظيمي لا يتنفذ القانون. ما في مرسوم تنظيمي، اللي حاطين بالمادة اللي سنجيبه كشف من البلد المنشأ، كشف فني. طيب وقت طلع انه ب 18 يوم يتنفذ القانون ببيروت، واللي كانت بضاعته بالبحر، واللي كانت بضاعته خلص عمل العقد والسلامة وعم ينقلها، هيا نامي على المرفأ. ما حدا بياخد قرار وعم يدفعون ضرائب على أجار الأرضية وما بتعرف أمتى بيطلع حدا بياخد قرار بالموضوع. هيدا بده قرار حسم فوري. ولا هيك الضرر بحق الناس لأنه الوزير مشغول أو ما بعرف مين المدير عنده 10 ليلة مش فاضي يتطلع بالملف، وبالنهار بتلقس بالنومة. في حاجات ملحة، هؤلاء عم يدفعوا أجار الأرضية كل يوم كذا، وبعدين سيارات على البحر عماية الملحة بتسدي. ما حدا بيفكر بالضرر اللي بيلحق بالمواطنين عند تأخير القرار.
هودي كلهم نبحثوا اليوم، نتأمل القطاعات المختصة تتعاطى بجدية مع المواضيع، وللحديث صلة. رح نوقف هون، مش انه رفعنا قضية نتفرج عليها، لا، بدنا نلحقها. سنة 1934 طلع مراسيم حددت خراجات بلدة المتين وبلدة تغرين. هالبلدتين هن متجاورتين وفي حسن جوار بين الأهل والمحبين. في ليلة ظلماء 1978 وزير الداخلية في حينه يعمل قرار صلخ شقفة من لمتين، من خراج لمتين، ووضعها في خراج تغرين. هيدا الشكل بالأصفر تغرين، بالأحمر لمتين عاصمة الأمم اللمعيين الشيخ فاروق الله يرحمه. بقى هاي الشقفة المسلوخة من هون، هاي الشقفة من هون ومن هون، قطشت الخراج لمتين لشقفتين، ما لنا شيء مثل بعض. هي الرسمة المهمة، هيا في زيتها بعدها، في زيتها شايفها وين؟ هذا الخط الأزرق، الخط الأزرق ضمن الخط الأحمر، ضمن هالبقعة هاي. الغاية بقدر بشبهها أنا بعملية سطو، بس هي عملية السطو ما بقدرش واحد يخدها على البيت. تتسجل باسم تغرين. لو كنت أنا قاضي ورفعت قضية لي هيدي، برد له إياها للوزير المختص يلي فصلها، معتهيني لأنه قدر عمل هالمرسوم الفصل. لسه مش هون القصة، صار بالقضاء 34 سنة ولم يبت بها. لك بأي بساطة أنا مسؤول عن كل كلمة مقبولة هون. السنة الماضية ببرنامجنا كتبنا القضاء المتأخر ليس بقضاء، ليس بعدالة. 34 سنة حتى نبت بهيدي، لم ترجع. هودي مراسيم الإنشاء وهو مراسيم الحدود 1934 للبلدتين. ناس بيقولوا لي القضاء عم ينضغط عليه، عيب بالقضاء ينضغط عليه. لي أنا عم بحكي قدامكم، لأن أنا ما بروح لعن قاضي بالسر بهمس له زبط لي هالدعوة أو بهدده أوعك تبت فيها الدعوة إلا لمصلحتنا. أنا وقت للأمور تتخطى الحدود الطبيعية بالقضاء، بالجمهورية، بالداخلية، على الأرض، بالضيعة، وما بتكون ساعتها بعلنا قدام الناس كلها. هيدا الموضوع بده ينبت فيه وبسرعة، مش مشان شيء، مشان كرامة القضاء يلي بقضية بسيطة لهالدرجة بتضل عنده 34 سنة. هالقضية صار عليها مضاعفات. تهم رئيس بلدية لمتين بعشرين تهمة حالياً حتى يتوصلوا لقرار ظني صح ولا غلط، حتى تنكف يده. وهودي هون بدي أنزل تحذير للكل، هيدا اللعب بالنار ما بصير. كل شيء نشأ عن هالموضوع هيدا مبني على باطل. ما بدي ابحث اسكنه هالاتهام محق ولا مش محق، مع انه بعرف انه غير محق ومختلق، ولكن كل شيء مبني على هيدا الموضوع باطل، لانه هيدا باطل واللي عملوه باطل واللي عم يدفعوا لاستمرار المحاكمات الباطل باطل، كل شيء باطل. بقى بنتامل الكل
نتأمل القضاء يكون واعي لهالمشكلة هيدي، لأنه هيدي سمعته. ونحن بأيام وزارة العدل معنا ما منحب نسمع شيء عاطل عنه. القاضي ما بيقدر يحكم يتنحى.